السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي قناه كاميرا عيادي او قناه فوتوغرافي عياديه والجريده الالكترونيه جاي الانفو، اليوم هذه هي العربه اللي غتركب عليها ملكه الورود او ملكه قطيفه الورود الدوره 58. هذا هو الشكل ديال العربه فيه سبحان الله. هذا يعني الشكل ديال القصبات او الشكل ديال البناء، الشكل ديال البناء يعني اللي كاين في اللي كتعتمد عليه الساكنه ديال واحد دا ديس جميعا من اجيال بلادي. عجيب جمعيه اجيال بلادي فن رقصه النحله. هذا هو الديكور، هذا ماشي الموضوع ديالنا، الديكور ديال العرب من الله. الديكور ديال العرب من الله. هاي كلام نبي دين ستجين ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. عجيب على اين بقي ان شاء الله. غادي نعطي الميكرو للمصمم ديال هذا العربه هذه تحت شعار استراتيجيه الجيل الاخضر سلسله الورد العطري رافعه للتنميه المحليه. ايه قبلت على الارز مرة. الشكل ديال القصبة عليها السيد اللقلق، عليها السيد اللقلق ياك السيد اللقلق. ثم هذا هو الكرسي فين غتجلس ملكة الورود. هاد الكراسي هادو هاد الجوج الاخرين اللي غتجلس عليه، الوصفة الاولى والوصفة الثانية. هذيك السلة ان شاء الله بقى عمرها بالورد ويعطيوها لملكة الورود. هذه هي العربه كما قلنا. ان شاء الله غادي نعطي الميكرو للمصمم ديال هذه العربه هذه، هو غادي يحكي لنا كيفاش يعني صممها وشحال المده كيستغرق فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. زيدو الحسن مصمم العربه الملكيه، عربه ملكه الورود للدوره 58. هذه العربه هذه صممناها وتقريبا شات انا واحد 25 يوم ديال الخدمه. كنخدموها بواحد العديد من كنخدموها بالخشب وكنخدموها بكاين الحديد، كاين بزاف الثوب، واحد العدد من المسائل. وبالضبط كيكون فيها حوايج اللي هما كيرمزوا للتراث المحلي من القصبه من الورود من كذا. وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق والنجاح.